أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. اختتمت في جدة فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لجراحة الوجه والفم والفكين، واللي شارك فيها حوالي 400 طبيب وقدموا 40 ورشة عمل ومحاضرة. وأكيد طبعا كعادتها كاميرا سيدتي كانت في قلب الحدث ونقلت لنا هذا التقرير، خلينا نشوفه سوا. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، انطلق المؤتمر العالمي الثاني لجراحة الفم والوجه والفكين تحت عنوان التطورات في علم أمراض الرأس والعنق وأساليب الترميم بفندق هيلتون جدة. هذا المؤتمر الثاني مقام في جدة، مؤتمر عالمي للجمعية السعودية، وبيضم أكثر من 60 مشارك بأبحاث من مختلف أنحاء العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية، من دولة مصر الشقيقة، ومن دول عربية أخرى، ومن داخل المملكة العربية السعودية. توجه السنة هذه التركيز على علاج الأورام وترميم الوجه بعد الإصابات. من الناحية العلمية في ذا الموضوع أنه إحنا جبنا كاستقطاب أفضل ما هم موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، فجبنا متحدثين اثنين أساسيين يشملوا جميع اللقاءات الصباحية، فترة الصباح من 8 إلى 12 يتكلم فيها بس حول هذا الموضوع. ناقش المؤتمر آخر المستجدات الطبية والدوائية والجراحية، وقدم أكثر من 40 متحدثا ومتحدثة محليا وعالميا، وعدد من ورش العمل التي اشتملت على عدد 30 ساعة معتمدة، وبحضور أكثر من 400 طبيب. كما واحتوى المؤتمر على أركان لأبحاث صغيرة مقدمة من طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز، حيث تم تقييمهم والتحكيم على أفضل بحث مقدم. هذا طبعا شيء بيسعدني كثير، لانه احنا من اول ما بنلاقي هالفرص انه نجي مؤتمرات ونعطي بحوثاتنا الا في الجامعه. الحين احنا في مكان جراحه، وكمان مو اي جراحه، متكلمين عالميين من امريكا ومن انحاء الوطن العربي بيجوا هنا. بحثنا بيتكلم عن مدى تاثير وجود طفل شفة ارنبيه وشق حنك على عائلته في جده. فلما كلمنا تقريبا 40 عائله عندها هذه الحالة في عيادات الملك عبد العزيز للجراحة، وجدنا انه يمكن تقريبا 7% بس منهم اللي عرفوا بدي الحالة خلال فترة الحمل، بس دول 7% يعني هم تخبروا الحالة اكثر من غيرهم. فانا المؤتمر اللي يميزه الاسماء اللي جات فيه، انه في دكاترة كبار جدا من نورث امريكا بيتكلموا على المواضيع اللي هي بتخص السرطانات ومختلف الأمراض اللي بتجي في منطقة الفم والوجه والفكين. صاحب المؤتمر معرض خاص للشركات الطبية ذات العلاقة بالأدوية والأجهزة ذات العلاقة بتخصص جراحة الوجه والفكين. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي، جدة. إذا مشاهدي الكرام، بعد ما شفنا التقرير سعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو. إحنا معنا الدكتور عبد الله الفيدي، رئيس الجمعية السعودية لجراحة الوجه والفم والفكين ورئيس المؤتمر. سعد مساك دكتور. الله يمسيك بالخير. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. ودكتور، بس حابين نعرف من حضرتك إيش آخر مستجدات أو ما الجديد في هذا المؤتمر؟ طبعا هذا مؤتمرنا هو السنوي الثاني العالمي، كان العام في مؤتمر، وكنا متبعين سياسة أنه كل مؤتمر يكون له ثيم معين. يعني المؤتمر الأول كان يتكلم عن التجميل ويتطرق للتخصصات الأخرى بجراحة الوجه والفكين، لكن يكون الثيم الأساسي التجميل. السنة هذه الثيم حقه أو الموضوع الأساسي يناقش أمراض وأورام الوجه والفك والعنق، وإعادة ترميم الوجه بعد الأمراض، استئصال الأورام و الحوادث اللي تصيب الوجه والفكين. هذا كان آخر المستجدات، هذا الثيم حق المؤتمر حق السنة هذه. وطبعا عشان يعني يدعم الثيم دائما أنه نكون المتحدثين اللي نجيبهم يكونوا ليدر وبايونير على مستوى العالم في التخصص. العام كانوا في تخصص جراحة التجميل، السنة هذه جبنا اثنين من المتحدثين من كبار الأسماء المشهورة في الأورام اللي تصيب الوجه والفكين والرقبة وإعادة ترميمها، مثل الدكتور روبرت ماركس من جامعة ميامي جاكسون ميموريا في فلوريدا، والدكتور إيريك ديريك من بورتلاند أوريغون.
طب دكتور كوننا بنتكلم هنا عندنا في السعودية، حابة بس أعرف من حضرتك وتحكينا أكثر عن حجم عمليات الفم والوجه والفكين في المملكة. هو سبحان الله عملية تخصص جراحة الوجه والفكين نادرا ما الناس كثير يعرفوا عنه، حتى من داخل القطاع الطبي يعني ما يعرفوا عن التخصص هذا بشكل كثير، بالرغم أنه غالبا ما إذا صار حادث سيارة غرفة الطوارئ اللي يدخل فيها يكون مصاب بإصابة في الوجه والفكين. والسبب الأساسي طبعا عدم ربط حزام الأمان، فأول ما يرتطم بالمقود أو في القزاز الوجه أو الفكين صح. فتكثر الكسور، إصابات الملاعب، السلة، القدم. يجيني أنا شخصيا جاني كثير من اللاعبين اللي سويت لهم عمليات في هذا المجال، ولأنه عندنا ناس ما تتقيد بحزام الأمان فما زالت الحوادث عالية. هذا نداء للناس أنهم يتقيدوا بحزام الأمان. 100% حصل في أمريكا دروب، نزول في نسبة حوادث الوجه والفكين 60%. يعني لو كان مثلا في السنة 100 حادث مثلا يصير صار 40 حادث. وعموما لو هذا نداء دكتور، احنا عندنا الناس ما بتلتزم لا بحزام الأمان ولا المرايات ولا قواعد المرور ولا السير. احنا نبغى الناس يمشي بس في الخطوط، الحين صار يطلع على الأرصفة. الله المستعان. اكيد اكيد. طيب يعني نقدر نقول انه 70% زي ما ذكرت بعض الإحصائيات انه سبب جراحة الوجه والفم والفكين هي حوادث. ما في شك، وبالذات أتكلم على المستشفيات، لأنه أصلاً الحوادث ما تروح للعيادات، للمستشفيات الخاصة غالباً ما تروح للمستشفيات الحكومية، مستشفيات القطاع العسكري، مستشفيات وزارة الدفاع، مستشفيات الحرس الوطني، وزارة الصحة. يعني إحنا عندنا إحصائية نعرفها جميعاً، يمكن كثير من الناس سويتها رامكو، إنه يموت في السعودية شخص كل 4 دقائق بسبب الحوادث، بسبب حوادث السيارات. فاللي ما يموتوا عادةً ما يكون عندهم حوادث أخرى قد تكون غالبا ما تكون في الوجه والفكين. انا اتذكر احصائيه ايضا عملت في مستشفى الملك فهد العام، انه بالذات في فتره شعبان رمضان اللي هي يكون في تنقل كثير ما بين جده ومكه، كانت اعلى نسبه حوادث تدخل في قسم طوارئ، في قسم تتنوم تحت خدمه قسم جراحه الوجه والفكين. تمام. طيب يعني كونه احنا عندنا يعني للأسف يعني شيء مؤسف أنه يكون في هذا الحجم من الحوادث واللي تسبب أذى مباشر للوجه والفم والفكين، لكن إحنا عندنا قلة من الأطباء اللي بيتخصصوا في هذا المجال. هذه يعني أنت كذا ضربتي على الوتر الحساس، بحكم أني رئيس الجمعية. إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، كنت أتناقش مع بعض الإخوان والمسؤولين في هذا المجال، فكانوا يتكلموا يقولوا يعني أنه نزيد عدد حتى ولو بسرعة نزيد عدد المتخصصين حتى ولو كان على حساب الكواليتي اللي هو تأهيل الأطباء، لأنه عندنا نقص كبير. فأنا كنت من المناهضين للشيء هذا، قلت لا، لازم أي طبيب يتخرج لابد أن يكون مؤهل تأهيل جيد، لأنه في الأخير سيتعامل مع مصاب. فما في مجال أنه نكثرهم بسرعة وبدل نسوي البرنامج بدل ما هو 4-5 سنوات تدريبية أنه يصير 2 أو 3 سنوات. أنا أعتقد أنه هذا غير مجدي أبدا، بالعكس المفترض المجدي أنه نشوف الاحتياج ونزود من عدد الخريجين. تمام. طيب بالنسبة للتقنيات الحديثة، أكيد ناقشته في المؤتمر أنه كان في تقنيات حديثة في هذا المجال، كان في مستجدات للجراحة، كان في يعني بصيص من الأمل لكثير من الناس في عملية خصوصا التشوهات اللي بتنتج عن الحوادث أو حتى الأورام زي ما تفضلت حضرتك وذكرت. طبعا العام كان الحديث في هذا الجزء من السؤال كان شيق أكثر، لأنه كنا نتكلم عن أشياء تجميلية وضربة وصيحة في العالم. ليش شيق تجميلية أكثر كونه تجميلية؟ لأنه الأشياء التجميلية المستجدات فيها كثيرة، يعني كنا كونه إحنا عندنا زمان كثير من السيدات بيهتموا بالتجميل مثلا. أنا صدمت أول ما رجعت من أمريكا، كنت أتوقع أنه جزء كبير من اللي تعلمته في أمريكا ما راح أنفذه هنا، اكتشفت أنه هنا ننفذه بكميات أكبر. والأغرب والغريب إذا ودك تعرفي أنه حتى من الرجال في السعودية، يعني أنا في أمريكا مثلا 30-70% نسبة الرجال إلى النساء، يعني 70% من اللي يتعالجوا في الأشياء التجميلية نساء و30% رجال في أمريكا. هنا يعني أكاد أجزم 50-50 إلى إذا مو 40-60. فالرجال هنا ما شاء الله حتى فادي بيشاركونا فيها. شايفة؟ فالمستجدات اللي كانت السنة في المؤتمر هذا بالذات لإعادة ترميم بعد استئصال الأورام، كنا عادة ما نلجأ إلى الترميم بأخذ طعوم عظم أو من القدم، من الساق، من الحوض،
ونقولها الوجه. كان الدكتور روبرت ماسي يتحدث عن استخدام الخلايا الجذعية لإعادة الاستعاضة العظم من غير الحاجة إلى أنه الواحد يأخذ عظم من مكان آخر فيقلل نسبة أنه يحتاج أنه يعمل عمليات أخرى، وكانت بصراحة نتائج جدا جميلة. يعني إذا كان التقدم باستخدام الخلايا، إحنا شايفين موضوع الخلايا الجذعية عامل ثورة في عالم الطب. الخلايا الجذعية يعني أنا كان لي ارتباط مع أحد رؤسائي في أمريكا، يعني حتى يعني التقنية فيها الآن أصبحت ملحوظة جدا في بعض التخصصات، يعني مثلا الناس اللي يكون عنده انقطاع في العمود الفقري ويستخدم بقوة الخلايا الجذعية ويعاد إعادة إنشاء الخلايا هذه. أنا أعرف دراسة كان يقوم فيها أحد رؤساء أقسامنا إنه يعيدوا يأخذوا الدهون يشفطوا الدهون ويستخرجوا من الدهون خلايا جذعية. الخلايا الجذعية متوفرة بكثرة في الحبل السري في الأطفال وأيضا في الدهون توجد والنخاع الشوكي النخاع العظمي آسف. فكانوا يستخرجوا من الخلايا اللي يسحبوها يشفطوها دهون من الخيل من الخيول ويستخدموا الخلايا الجذعية حتى يستخرجوا منها. الخلايا الجذعية هي عبارة عن خلايا أساسية يمكن أن تشكل إلى عظم إلى غضاريف إلى إلى إلى، فشكلوا الغضاريف في الخيول عشان تستطيع الخيل إنها مثلا اللي تكون مشهورة في السباق إنها يستعاض غضاريفها، بدل ما تستطيع أن تسابق في سنة تسابق سنتين. هذا التقدم في الحيوانات بدأ بعده التقدم في الإنسان وأصبحنا نستخدمه بشكل قوي جدا. أكيد أكيد. دكتور عبد الله يعطيك ألف عافية، شكرا لتواجدك سيدتي. تسلمي، ألف شكر لكم. الله يبارك لكم على الاستضافة. شكرا لكم استضافة. إذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة الطبية ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا في سيدتي بعد الفاصل. طرق فعالة للحصول على شفاه وردية في فصل الشتاء.